جنون العظمة العملاق الإنجليزي الكبير نادي مانشستر سيتي يقرر بشكل عاجل التقدم بعرض ضخم لخطف موهبة المنتخب المغربي خلال الانتقالات الصيفية الحالية بناء على رغبة قوية من مدرب الفريق الفيلسوف بيب جوارديولا. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، إذا كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت اليوم بأن نادي مانشستر سيتي يرغب وبقوة في التعاقد مع موهبة المنتخب المغربي إلياس بن صغير نادي مانشستر سيتي. وحسب الصحيفة الإنجليزية الكبرى، أكدت بأن نادي مانشستر سيتي سيتقدم بعرض رسمي يقدر ب 25 مليون يورو إلى نادي موناكو الفرنسي من أجل استقطاب موهبة المنتخب المغربي إلياس بن صغير إلى ملعب الاتحاد ستاديوم. بيب جوارديولا يعرف إمكانيات إلياس بن صغير ويرى فيه موهبة عظيمة، مستقبل رائع لنادي مانشستر سيتي. الجدير بالذكر أن نادي موناكو الفرنسي لا يعارض تماما بيع نجمه وموهبته المغربية إلياس بن صغير. أيضا الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يدخل سباق التعاقد مع بن صغير. بن صغير يشعل التنافس بين عمالقة أوروبا على ضمه.